تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعة نور دبي، وأيضا بالشراكة مع مستشفى الزهرة. برنامج صحة وسعادة برنامج يعتني بالأمور الصحية والطبية، وأيضا هو إحدى قنوات التواصل مع هيئة الصحة. فمن لديه أي استفسار، أي ملاحظة، أي اقتراح أو حتى شكوى، فما عليه إلا بالاتصال على 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية 4006. وأيضا لي يعني مثل ما عودناكم دائما أن نبتدي حلقتنا بإعلان سريع، ألا وهو هو أن آخر موعد للتأمين الصحي هو 31/12/2016. يا جماعة الخير، ترى يعني ما باقي شيء، باقي أقل عن خلنا نقول 25 يوم أو أقل عن انتهاء مهلة التأمين الصحي. يعني من 1/1/2017 بتبتدي الغرامات، وحسب ما قال لي الدكتور حيدر أن على كل شهر 500 درهم، وأتوقع أن التأمين أصبح يعني ضرورة، مب شيء كماليات، أصبح ضرورة خصوصا مع ارتفاع تكاليف العلاج بشكل كبير. واللي يسأل عن موضوع، اللي يسأل عن حلقات البرنامج، فهي على فكرة ترفع كل يوم على قناة الهيئة على اليوتيوب، فاللي حاب أن يرجع لأي أي حلقة فما عليه إلا أن يدخل على اليوتيوب ويكتب برنامج صحة وسعادة، أو يدخل على القناة التابعة لهيئة الصحة بدبي. اليوم أنا الصبح كلمت الدكتورة منى تهلك، هي المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، وقالت لي خبر صراحة أنا قلت لازم أشارككم فيه. الخبر يقول أن في عندنا سيدة من الولايات المتحدة، من كاليفورنيا، جت عملت عملية عندنا في مستشفى لطيفة. والغريب في الموضوع ان هي جاي متعنيه، يعني مب هي موجوده في البلد وسوت العمليه، لا هي جت من امريكا خصيصا لعمل العمليه هذه عندنا في مستشفياتنا في مستشفى لطيفه. اللي ذكر من فتره تمت افتتاح غرفه عمليات جدا متطوره للمناظير في مستشفى لطيفه، وايضا هناك ايضا دكتور كبير فرنسي هو متخصص في هذا النوع من العمليات، والحمد لله كان أيضا في فريق أيضا مواطن من أطبائنا كانوا متواجدين أيضا في العملية هذه. وأعتقد أن نحن وصلنا إلى مرحلة جيدة، أن بدال ما نحن نسافر ونتلقي العلاج في خارج الدولة، الآن أصبحوا ناس يحضرون إلى الدولة ليتلقون العلاج ويانا. طبعا أنا وياي في الحلقة، ما خبرتكم من وياي في الحلقة. اليوم نتكلم عن مركز الممزر. مركز الممزر مركز أنا بالنسبة لي له يعني شيء خاص في قلبي، لأن أنا سويت فحص الزواج هناك في 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 مركز الممزر الصحي. ويانا الدكتورة لقاء محمد المفتول، هي استشاري طب أسرة ومديرة مركز الممزر الصحي. اللي عنده أي ملاحظة، أي اقتراح عن المركز، عنده يعني يبغى يشاركنا في هالحلقة، فأرقامنا مثل ما قلنا، من رد نأكد على الرقم 600
5514 أو عبر الرسائل النصية 4006. جميل، أوكي، نشوف الرسائل. أوكي، يبدو أن الرسائل مال أبو عمر بعدها. دكتورة صباح الخير. صباح النور، شو أخبارك؟ شو مسوية؟ حياك الله أخوي فيصل. والله أنا يعني جدا موقعكم كمركز يعني استراتيجي وجدا جميل، ويعني ما بقول أنا أغبطكم على هذا المكان أول شيء. صح. بس في البداية دكتور نبقى نتعرف على المركز، الخدمات، العيادات اللي عندكم، يعني بشكل عام ممكن يعني تخبرينا عنه. هو المركز يقع في مركز في منطقة الممزر، وهذا يعد من المراكز القديمة والعريقة في تقديم الخدمات. تقريبا تم افتتاحه عام 1992. نعم. ونحن في جالسين نقدم خدمات، تقريبا طب أسرة، خدمات كثيرة نقدر نغطيها خلال هذه الحلقة. بداية بتكلم عن طب الأسرة، وهو الطبيب ما شاء الله عندنا كوادر مؤهلة جدا على مستوى عالي، حاملين شهادات عالية، وكلهم ما شاء الله حاصلين على شهادة دكتوراه، على شهادات الزمالة من الكلية الملكية البريطانية، ومدربين بشكل ما شاء الله كبير، ويقدمون خدمات علاجية وتوعوية وثقافية ووقائية والتشخيصية للمريض. زين، نحن تشوفي نحن طب الأسرة أنا بتكلم فيه بشكل تفصيلي، لأن أمس كان عندنا دكتور حيدر وقالنا عن موضوع أن يفترض أن اللي عنده تأمين صحي يعني 80% من الحالات اللي تدخل المستشفيات يعني أو اللي يروحون المستشفيات أن طب الأسرة ممكن يعالجها في المراكز الصحية. بالفعل. أي، فأنا بأخرها شوية وبعدين نرجع مرة تانية. دكتورة، شو العيادات اللي عندكم؟ نحن مثل ما ذكرت في البداية عندنا عيادة طب الأسرة، عندنا عيادات الحمل للحوامل وعيادة النساء، وطبعا خلال هذه من خلال هالعيادة نقدم خدمات صحية وقائية والمحافظة على الجنين خلال فترة الحمل وتعزيز هذه العناية، وبعد الطبيبة تقوم يوم لما تيها المريضة تفحصها فحص شامل وكامل وتصنف الحالة هل هي تستدعي تنتقل أو تحولها للمستشفى لو كانت حالة مثلا تحتاج أن ممكن تحويل. ممكن. زين، شو أيضا عندكم عيادات غير عن الأسرة؟ عندنا عيادة صحة الطفل. صحة الطفل. نعم. مركزكم هل تم تقييمه على أساس أن نعم يكون صديق للطفل؟ نعم، نحن في طور هذا الشيء، والكل ما شاء الله شغال على هالموضوع. على فكرة ترى مبس أنتو، ترى يعني أعتقد أن كل مراكز الهيئة. نعم، الحين شغال يعني في كذا مركز أوردي حصلوا على أنهم هم مركز صديق. نعم. للطفل. نعم. وأيضا حتى مستشفى دبي مؤخرا يعني ممكن من بالفعل يومين بالفعل. أيضا حصل على يعني هاي هي مثل ما يقولون توجه عام بخصوص أن كل مراكزنا لازم تكون مجهزة إلى أنها تكون صديقة للطفل. نعم. زين دكتورة، أوكي، وغير عن نحن بعد المركز أحب أذكر أنه من واحد من المراكز المعتمدة ضمن أكبر شبكة عالمية حاصلة على المعتمدة صحيا، يعني حاصلين على الجي سي آي إيه سنة 2015. ما شاء الله. 2016. ما شاء الله ما شاء الله. زين دكتورة، شو عندكم مثلا مختبرات عندكم؟ نعم، عندنا سلمك الله عيادة كبار السن، وهاي الخدمات الثانية المساندة بذكر لك إياها. أوكي، شو خبريني. عندنا عيادة كبار السن وعيادة هشاشة العظام، وعندنا جهاز الدكسة ماشين هذا للفحص كثافة العظام، هم مش موجود في كل المراكز. على فكرة يعني أتوقع أن نحن بنستضيف أيضا دكتورة وفاء عايش، إن شاء الله ممكن تعمل ويانا مداخلة ونتكلم عن موضوع الفيتامين دال. وأعتقد أنا له يعني دور كبير في موضوع هشاشة العظام. دكتورة، نحن بناخذ فاصل بعد إذنك ونكمل الحديث بعد دقائق. أعزائنا المستمعين، فاصل ونواصل. صحة وسعادة.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة. قبل الفاصل كنا نتكلم مع الدكتورة لقاء محمد المفتول استشاري طب الأسرة ومدير مركز الممزر الصحي. تكلمنا عن بعض العيادات وبنستكمل إن شاء الله. بس قبل ما نكمل مع الدكتورة بس في عندي أنا بعض المسجات جايتني. السلام عليكم، ممكن أعرف شركات التأمين المعتمدة في دبي؟ طبعا في دبي في أكثر عن 50 شركة تأمين تقدم التأمين الصحي، ولكن هنالك 9 شركات فقط هي اللي تقدم الباقة الأساسية اللي هي ب550 اللي هي خاصة بالمساعدين في المنازل مثل المربيات يعني من هذا. بعد عليكم الشركات أكسا الخليج للتأمين، وأيضا تكافل الإمارات ودار التكافل وإيرنت للتأمين، وشركة رأس الخيمة للتأمين، شركة تضامن للتأمين الصحي، شركة عمان للتأمين، متليف والشركة الوطنية للتأمين. اللي يسأل أيضا التأمين للخدم فقط أو للأهل والعيال، كل من لديه إقامة في إمارة دبي لازم يكون عنده تأمين صحي، وآخر موعد للتأمين الصحي هو 31/12. فحاولوا تستعيلون، لأن أعتقد أن في الفترة الأخيرة الحين استوى ابتدأ يزيد الضغط على شركات تأمين في يعني، فحاولوا تلاحقون عماركم على أساس ما تدخلون في موضوع الغرامات. مين معانا؟ الدكتورة جاهزة؟ صباح الخير دكتورة. صباح الورد والفل والياسمين. حيا الله الدكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي. دكتورة كيف حالك؟ الله يخليك يا فيصل. يا مرحبا بك. والله الحمد لله الحمد لله. الله يسلم دكتورة. بس تعرفين في هناك وايد من الناس يسألون عن موضوع فيتامين دال وأهميته، والإشكالية الكبرى أن نحن في مدينة يعني أو في دولة مشمسة يعني طوال العام. فيا ليت يعني تقولي لنا شو المشكله وكيف ممكن الواحد يعني يتغلب على هذا النقص اللي يعني منتشر بشكل كبير. حاضر. اولا فيتامين د خلينا نقول هي ماده غذائيه تذوب في الدهون، بتنمي صحه العظام، بتزيد الالتهابات، بتحافظ على جهاز المناعي تبعنا. اذا كان انت عرضه لالام العظام، الضعف العام، حتى المزاج بتغير. فطبعا يجب انه نتاكد من كم مقدار فيتامين د عندنا عن طريق الفحص الطبي عند الدكتور. طبعا يروح يكتب لنا التحاليل اللازمه اللي تاكد من بسموه فيتامين الشمس فيصل على فكره، لانه الشمس هي الدور الاساسي العامل على تكوين هذا الفيتامين، طبعا مع الاكل اكيد بالسبلمنت. هلا كل اللي بيطلبه الطبيب لما بيروح عنده انه يزيد مقدار الفيتامين د اللي بياخده حتى يتمكن يتخلص الشخص من هاي الاعراض الموجوده، واللي بيكون عندهم انخفاض بطيء في مستويات فيتامين د اللي موجوده في الجسم. هلا عشان انا احصل على الجرعه الكافيه من فيتامين د في عندي أشياء لازم أنا أعملها. طبعا أنا بحكي للشخص البالغ اللي العادي اللي هو ما عنده نقص بيحتاج حوالي 600 وحدة دولية من فيتامين د. فأنا عشان أقدر أن أنا أحصل عليها يجب أن أتعرض للشمس، والشمس عمودية إذا كانت الساعة 12 خلينا أقول فيصل. نعم. أوقف تحت الشمس وتكون لمدة فقط 5 دقائق على أساس أن يكون 40% من جسمي. تعرف الولد اللي رايح المدرسة كي جي؟ أيوة. أول ما بروح المدرسة بالكي جي بيكونوا لابسين نص شورت صغير ونص القميص نص الإيد مبين عند بعد المرفق والوجه. طبعا عشان تقدر تأخذ على فيتامين د من الشمس في هالوقت بتقعد بس 5 دقائق. أما خلال اليوم إذا بدك تحصل على فيتامين د فيجب أنك تقعد حوالي ثلث ساعة خلينا أقول، بحيث أنك تعرض جسمك تلف يعني 36 لفة كاملة حوالين جسمك عشان تتأكد أنه 10 دقائق من قدام 10 دقائق من الخلف حصلت على الفيتامين د من الشمس. هلأ التعرض للشمس رائع وضروري لتكوين الدي 3 أو ليدخل للجسم عشان يقدر الجسم يكون فيتامين د. هلأ لازم يكون في عندنا
المكملات اللي احنا حكينا عنها انه الواحد ياخد اما عن طريق الأطعمة الغنية بفيتامين دال واللي هي حوالي 600 وحدة دولية، واللي معظم الناس للأسف الشديد ما بيوصلوا لها، ولكن خصوصا الآن ان شاء الله الشتاء جاي بإذن الله ويكون عندنا شتاء ممطر والغيث يعم البلد. آمين يا رب العالمين. الأشياء اللي أنا بنصح فيها لما تطلع الشمس استغلوها، ولكن فيما بعد ذلك بحاول أعطي بعض الأكلات اللي موجود فيها، مثل الفطر مثلا. الفطر مع السمك يعتبر يعني فطر واحد من الأطعمة القليلة اللي بيحتوي على الفيتامين د، لكن وجوده مع السمك في بيساعد على امتصاص الأشعة الفوق بنفسجية اللي بتيجي عن طريق الشمس، يعني بيدعمها. خلينا أقول زين دكتورة الحين بس يعني شو أهم، شو أكثر الأغذية اللي ممكن الواحد يأخذها عشان إنه يقدر يحصل على الفيتامين؟ هي أول واحد الفطر المشروم. نعم. المشروم أول واحد، وفي أبحاث كثير انعملت في هالموضوع إنه لو أخذنا 3.5 أونس يعني بتساعد على إنه الجسم يمتص الأشعة الفوق البنفسجية بنسبة كتير عالية. هلأ السردين، عندك سمك السردين صح بالنسبة للأسماك الثانية كتير صغير بالحجم، ولكن مفعوله كتير رائع، لأن 3 أونس فاش يعني الأونس يعني 1 أونس 30 جرام، يعني احنا نحكي على 90 جرام من السردين بيعطيني 165 وحدة عالمية من الفيتامين دال، وكمان غني بالكالسيوم اللي بدعم امتصاص فيتامين دال مع الشمس. أنا وفي بي 12 وحديد وعناصر غذائية أخرى بتدعم عملية الامتصاص. إذا الفطر السردين، البيض كانت عنده سمعة سيئة قبل، لأنه بقول لك أنت تاخده بدون الصفار لأن الصفار بيرفع كل شيء، هذا الكلام هذا غير صحيح. بالعكس وفقا لآخر دراسات البيضة الكاملة نظام ضروري، بس طبعا تكون مسلوقة مش مقلية، مصدر ممتاز ورائع لفيتامين دال، مناسب جدا لمعظم الاشخاص، وبيعطيني حوالي 11% من احتياجي من فيتامين دال. تخيل يعني لو اخذت بيضه واحده باخذ 40 تقريبا 40 وحده، بيش كتير يعني شيء رائع. طيب سلمون أكيد. طيب دكتور، الآن في ناس يقول لك والله أنا ما يعني في ما أقدر أني أنا يعني أحصل على بعض هالأغذية وما أقدر حتى يعني بشكل هذا، فيحتاج إلى سبلمنت أو مكملات غذائية. المكملات الغذائية دكتورة فيها يعني أنا يعني شفت مثلا شيء مثلا حبوب يومية وفي لمدة أسبوع، وأيضا يأخذون إبر حتى شهرية يبدو، في شو تنصحين انت دكتوره بخصوص هالموضوع؟ هو اولا الطبيب هو اللي بيحدد مش انا، لكن خليني اقول لك الخبره كاخصائي تغذيه. المكملات الغذائيه اللي احنا بناخذها خيار مفيد في حال انه انا ما عندي شمس، ما قادر احصل على الشمس، وما قادر كمان يعني طبيعه اكلي ما عم تعطيني الاطعمه اللي موجوده في الفيتامين د، فانا المكمل هذا يكون مكمل جيد. إلا أنه الإفراط في المكملات الغذائية ممكن يسبب تسمم فيتاميني، ونحن في غنى عن إنه يعني بدال ما نحل المشكلة سوينا مشكلة أكبر. لأن كل شخص على حسب الحالة، يعني المعدل، خليني أقول لك المعدل الطبيعي فيصل، تفضلي. الشخص لازم يكون من 30 ل 100 عنده، إذا كان تحت ال 30 خلينا أقول تحت ال 10 معناته هذا الشخص عنده نقص حاد بفيتامين دال، إذا من 10 ل 29 معناته هو عنده غير كافي فيتامين دال، من 30 ل 100 هو إنسان جيد. طبعا كل ما زاد من يعني كان بالرينج الوسط خلينا أقول بالخمسينات بالستينات هو on the safe side، في وقاية. ولكن زين أنا قبل ولكن دكتورة، نعم. أنا ما بقي عندي غير دقيقة تقريبا، أنا أبغى أعرف أنتوا كإدارة التغذية السريري شو دوركم في موضوع توعية الناس بهذا الموضوع؟ عندنا حملات على مستوى سنوية بكل المستشفيات وقطاع الرعاية الصحية الأولية والمراكز اللي إحنا مسؤولين عنها كأخصائيين تغذية، نعمل حملة سنوية اسمها حملة توعية في فيتامين دال. هي أول شيء، إضافة إلى أنه عندنا منشورات، عندنا الأكلات كتيبات فقط على الأكلات اللي غنية بفيتامين دال، عندنا كتيبات أيضا على الفيتامين دال كمرض وكنقص قصدي، وكيف علاجه وشو أسبابه، شرح كامل يعني في أكثر من
شيء احنا بنعمله لتوعية الأشخاص. وطبعا عندنا اللي هي الأكتف اللي احنا بنروح المدارس والجامعات الجمعيات، بنكون موجودين دائما مع المجتمع. غير انا طبعا اليوم معك عمالي بحكي على فيتامين د. صحيح صحيح صحيح. دكتورة بس لاننا ابغي بس لو كلمة سريعة وتخبرينا عن سمكة بطوني، هذه مبادرة انتوا اطلقتوها واعتقد ان عندكم ابلكيشن او تطبيق، لو تكلمينا عنها بشكل سريع دكتورة. سمكة بطوني طبعا هي عبارة عن طريقة لتشجيع، هو تطبيق ذكي على الهاتف الذكي مع قصة. احنا بتعرف عامل قراءة، فأطلقت هيئة الصحة بدبي تطبيق سمكة بطوني بالنسخة العربية بهدف جعل شرب الماء شيء ممتع لدى الأطفال. احنا طبعا غير انه نتكلم عن التغذية وعندنا حملات عن التغذية في الحقيبة المدرسية وغيرها، ولكن حبينا نركز هالمرة زي الحقيبة الغذائية مثلا هي بس عن الغذاء. فهلا هالمرة ركزنا على المي لأنه المي كتير مهمة للطفل وللأهل، وركزنا على أنها تكون عبارة عن شغلتين. أول شيء دعم القراءة. جميل. وهذا عامل قراءة، فعندنا قصة اسمها سمكة بطوني. جميل. الأهل هم بيشرحوا للطفل عن أهمية المي، بيمشوا بمرحلة قصصية رائعة حتى أنه تشجع الطفل على أنه سمكة بطوني هاي إذا أنت ما سقيتيها مي بتتعب وبتزعل وما بتكون نشيطة وما بتكون أكتف، وهاي بتمثلهم هم. إضافة إلى أنه تطبيق ذكي، هلا أي حدا ممكن ينزل سمكة بطوني أو تامي فيش بالإنجليزي، أنا إياها عربي إنجليزي، ينزلها عنده على الأب بإشراف الأهل عشان تخلي فيها. طبعا كل ما شرب المي السمك تكون سعيدة، بياخد ستار، بياخد نجمة. النجمة هاي تفتح له بوابة لأنه يلعب جيم تحت مسؤولية الأهل. دكتورة بخصوص في بعض الأطفال ما يشربون ماء أصلا، فكيف نقدر نشجعهم على أن يشربون ماء؟ ما هي هاي تطبيق والقصة. أنا سمعت أن في يحطون يستخدمون بعض يعني الماء الملون أو مثلا يحطون ويا بعض الفواكه مثل. هو شوف أنا التلوين كتلوين إحنا ما بننصح أي شيء مضاف، لكن زي ما تفضلت نحط مثلا فراولة، نحط مانجا، نحط نعناع، نحط خيار، بتخليهم يتشجعوا. ولكن صدقني فيصل من أقوى الأشياء اللي نعملت خلال من وقت ما بلشنا شبكة بطوني لغاية الآن، إذا بدي أقول لك تعال شوف كيف الأطفال، إذا لأنه إذا ما شرب ماي شو بيصير؟ السمكة بتطلع على التليفون عند الأهل، لأنه هي عند الأهل على التليفون. ما شاء الله بتطلع وبتذكرهم، وبعدين ما فيك تقعد أكثر من 10 دقايق، لك أنت قعدت طولت على التليفون، روح اعمل شيء مفيد. ما شاء الله ما شاء الله. أنا صراحة ما شفت بنزل إن شاء الله وبنزل، ولازم نستضيفك تكلمينا يعني بشكل أكبر عن هذا الموضوع دكتورة. إن شاء الله بكون عندك حتى ونفتح الآب سوا ونعمل سلفي من وجهنا. إن شاء الله. كان معنا الدكتورة شكرا دكتورة. كانت معنا الدكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية، ومحمد الصفار يقول لي نطلع فاصل. أعزائنا المستمعين فاصل ونواصل إن شاء الله. صحة وسعادة. أعزائنا المستمعين مرحبا بكم مجددا في برنامجكم اليومي صحة وسعادة. بس أنا قبل ما أكمل بس بغيت أذكر بفريق العمل اليوم عندنا في الإخراج محمد الصفار، وأيضا في المتابعة والتنسيق نورة عبد الله وشيماء تناك أيضا في التنسيق، وأنا محدثكم فيصل بن فارس. في عندي مسج يقول السلام عليكم، ليش مستشفى لطيفة ما عنده جهاز التصوير سيتي سكان لحد اليوم، مع العلم أن يتم نقل المريض إلى مستشفى راشد لإجرائها هناك، مما يعرض حياة المريض للخطر أثناء الانتقال. أنا صراحة ما عندي يعني المعلومة هل عندهم ولا ما عندهم، ولكن إن شاء الله بعد الحلقة بنتواصل إلى مستشفى لطيفة وبنسألهم عن الموضوع. وبالك طيب يا طويل العمر. في عندنا أيضا أنا أنثى عمري 63 سنة بتخلص إقامتي في 2017 شهر 9، متى لازم أأمن صحي وفين وبكم إقامتي على زوجي وهو راتب قليل، إقامتنا دبي وساكنين في عمان.
أختي، بس أنا بغيت أأكد أن كل الناس اللي عندهم إقامات في دبي لازم تكون عندهم تأمين صحي، بغض النظر إذا هم ساكنين في دبي ولا ساكنين في إمارات أخرى. المعيار هو أن عندي إقامة في دبي. وهناك في شركات كثيرة، يعني في يعني ممكن تتواصلون معها، وأيضا نحن دائما عندنا حلقة أسبوعية عن التأمين، ونستضيف دائما الدكتور حيدر اليوسف، هو مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة في دبي. فإن شاء الله أنا بحاول يعني أخذ المسج هذا ونتواصل وياك ونقول لك وين ممكن تحصلين على التأمين المناسب لوضعكم. دكتورة، نرجع مرة ثانية إلى مركز المزهر الصحي. الممزر الصحي. طبعا ويانا الدكتور اللقاء محمد المفتول، استشاري طب الأسرة ومدير مكتب المزهر الصحي. المزهر، أنا ليش أقول المزهر؟ الممزر الصحي. في بداية الحديث تكلمنا عن العيادات، يا ليت نتكملين عن موضوع العيادات. شو العيادات أيضا عندكم دكتورة؟ عندنا عيادة السكري. نعم. وتم تغطية في عندنا أيام صباحية وأيام مسائية. طبعا كانت في البداية صباحي، بس في من المراجعين طلبوا، قالوا نحن صعب الفترة الصباحية فنبغي يعني تمددون الوقت وتغيرون أو كذي، فتماشي مع طلباتهم واحتياجاتهم تم وضع عمل العيادة في الفترة المسائية. يعني حين السكري هي فترتين، فترة صباحية والفترة المسائية. نعم، في يوم عندنا صباحي وفي يوم عندنا مسائي، وكذلك توجد عيادة التغذية. وبعد شيء المهم عندنا تصوير شبكة العين لمرضى السكر، هاي من الخدمات الجدا مهمة ولازم يعني وجدا متميزة، اللي هو تصوير شبكة العين، خاصة أن تعرف المضاعفات لمرضى السكر والكشف المبكر عن أي أثار جانبية لمرضى السكر. وتوجد عندنا كذلك عيادة الأسنان، وهاي بشكل يومي صباحي ومسائي. وبعد تنظيف الأسنان، وكما توجد عندنا الخدمات المساندة. خدمات شو الخدمات المساندة دكتورة؟ المختبر، خدمات الصيدلية، عندنا الأشعة، والخدمة الأشعة، خدمات الأشعة حاليا نحن في تقريبا جهز المكان، جددناه بصورة كاملة وبصورة تكون مناسبة ومريحة للمراجع. جميل جميل. نعم. بخصوص المنطقة أنت وين يعني تخدمون؟ أي منطقة جغرافية يخدم المركز هذا؟ في السابق كان الوضع مختلف في منطقة الممزر، بعدين لتجديد بعض المراكز القديمة تم ضم مركز بوهيل لمركز الممزر. حاليا نخدم 23 منطقة في تابع لإمارة دبي. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. فالعدد زاد. جميل. زين، يعني هو من 92 تقلتي للمركز. نعم. هذا، هل بخصوص أو خلينا نقول بطريقة أخرى. نعم. شو عن موضوع الطاقة الاستيعابية للمركز، وكم عدد الناس اللي يومكم تقريبا يوميا؟ تقريبا يوميا حاليا 250 مراجع، هذا المعدل الصباحي والمسائي. نعم، معدل. نعم. هذا أنا أتكلم عن طب الأسرة، لطب الأسرة فقط. أما للعيادات الأخرى في يختلف، مثلا عندنا الحوامل يختلف على حسب، لأن مش يوميا عيادة الحوامل، مش يوميا عيادة العيادات الباقية يعني اللي نقدمها، فتختلف الإحصائيات. زين، مركز الممزر الصحي يعد من يعني المراكز المتميزة في مستوى الجودة والخدمات اللي تقدمها. في بداية حديثك أنت قلتي أنكم حصلتوا على اعتمادات أو شيء من هذا. نعم، حصلنا على الاعتماد الجي سي آي إيه والآيزو، وحاليا نحن مثل ما تكرمت وقلت عيادة بتكون صديقة للطفل، وعندنا يعني وكذلك خدمات مع تماشيا مع خطة الهيئة. المركز يقدم عدة خدمات
تخليه متميز منها. بغيت أذكر خدمات زيارات المنزلية لكبار السن. كيف الطريقة يعني؟ أنا عندي مثلا عندي الوالد كبير ما يقدر يصير العيادة بشكل دائم، فكيف طريقة التواصل وياكم؟ يحضر أي من أفراد أي فرد من أفراد الأسرة ويقدم طلب، ولازم يكون من سكان إمارة دبي وتابع المركز، تابع المنطقة الجغرافية اللي يخدمها المركز. نعم. ويقدم الطلب، وفي الأول زيارة طبعا يحضر الطبيب مع الممرض، ولو احتاج سحب دم أو أي حاجة نرسل كذلك. شو الفحوصات اللي ممكن يسوونها مثلا؟ جميع فحص الدم، فحص الدم. أيوة. ويقدر يأخذ فحص الدم من ممرضة تسحب الدم وتودي على طول المختبر، وخلال الزيارة وبعدين النيرس تتم متابعته وتغيير الجروح وتغيير الضمادات لو يحتاج. وبعد في حالة الحرمة يوم تكون في العدة احيانا هذا ما يخص بالسن او شيء. صحيح والله، جميل يعني. ممكن تتواصلون، ممكن نعم تروحون لهم. نعم المنازل. نعم مثلا تروح دكتورة وتشوفها وتعطيها العلاج. وبخصوص الادويه وما ادويه، عائله اي حد من افراد الاسره يقدر ياخذ يستلم الأدوية. هل هذا بشكل دوري انت تسوونه ولا عند الحاجه عند الطلب؟ الزيارات المنزليه بشكل يومي. لا انا قصدي يعني مثلا عندكم مثلا مريض في مثلا انت تسوي له جدول انكم تزوروني بشكل يومي، عفوا يعني بشكل اسبوعي او بشكل او عند الطلب؟ لا عندنا احنا عندنا لستة مراجعين، وهذه في نيرس محددة هي اللي تقوم بزيارة هالمنازل، ولو احتاج مثلا لزيارة طبيب او احتاج ان طبيب يشوفه تتواصل معي وانا ارتب لها طبيب ونفضيه ويطلع وزيارة يزور المريض ويشوفه ويقيم حالته. لو المريض في البيت يحتاج ان ينقل المستشفى يرجع الطبيب العيادة ويسوي له تحويل وينقل المستشفى. زين، اذا هذا بس في موضوع طبيب الأسرة ولا ممكن أيضا في تخصصات أخرى ممكن أيضا يقوم الدكتور بزيارة المرضى في المنازل؟ نحن في المركز الصحي نحن محورنا طب الأسرة. طب الأسرة. نعم، محور العيادة طب المركز طب الأسرة. ويعني أتصور في هالأشياء تقدمها المراكز الصحية فقط. أنا في أترانا يعني قلت أنا أبغي ناخذ شوي تفصيل عن الموضوع، لأن في يعني هم الخير والبركة كبار السن. يعني تعرفين أنت تقولي حق الوالد ولا الوالدة مثلا تعالوا منوديكم المركز أو كذا، فأحيانا طبيعة في هذا السن عادة ما يحبون أن يعني يروحون المستشفيات أو المراكز الصحية، فيفضلون أن حد يجيهم في البيت. صحيح، وبالفعل نتعرض له الشيء في أحيان. الناس أصحاء ويصرون أن لا ما بني ساعات، لو الشيء يأثر على حياة المراجع لا شك أن نرسل شخص دكتور يقنعه ويكلمه ويخليه أن يزور المركز ويشوف أن بالعكس أن المكان اللي بيزوره بيستفيد أكثر، بيحصل خدمات أكبر، فيحس بأريحية. فالحال المراجعي المركز ويقول أنا ما كنت أبغي قبل أي، بس الحمد لله شجعتونا صارت ويانا كثير هالأمور. زين، طيب بس أنا بغيت أذكر السادة المستمعين بأرقام التواصل، هي 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية 4006. اليوم نحن نتكلم عن مركز الممزر الصحي، ومعانا الدكتور لقاء محمد المفتول استشاري طب أسرة ومديرة المركز. نرجع مرة ثانية دكتورة في عندكم شيء مبادرات أو كذا؟ نحن من الأشياء اللي قدمها المركز اللي حبيت أذكرها خدمات التطعيمات للحج والعمرة. فكثير يجون يسألون هل تقدمون تطعيمات؟ نعم، نحن نقدم تطعيمات للحج والعمرة والنصائح والإرشادات، ونقدم حملات توعوية وتثقيفية للمراجعين، وكذلك يعني فحص ما قبل الزواج اللي ذكرته.
شرح للمراجع يعني فايدة التطعيم، فايدة التحاليل، وليش يعني أنت مفروض تسويها. فهالأشياء طبيب مسؤوليته أنه يقدم الوعي والتثقيف لأي مراجع. تشوفين أنا ذكر لي أحد المسؤولين عندنا في الهيئة قال لي نحن دورنا 4 أشياء رئيسيات، يعني أول شيء نوعي الناس، أكيد. ثاني شيء نوقي، نسوي لهم الوقاية، أن يعني مثلا ما ندخل مثلا أمراض في البلد، في يعني خطوط دفاعية أولى. بعدين المرحلة الثالثة لو الواحد مرض دورنا أن نعالجه، والمرحلة الأخيرة أن نرجع نأهله أن يرجع مرة ثانية للمجتمع أو العمل يعني بمثل ما كان، يعني مثل ما كان إن شاء الله. في عندنا رسالة نصية من أبو عبد الله: بالنسبة لزيارة الأطباء لكبار السن في المنازل، هل يتم تقديم الطلب عن طريق موقع هيئة الصحة أم أن علينا الحضور شخصيا إلى المركز لتقديم الطلب؟ نحن حاليا ماشيين على أن أي مراجع عنده طلب يقدمه أو يريد زيارة منزلية يحضر المركز وبكل سهولة وبكل بساطة يعني يحصل الزيارة، يعني بعد ما في عن طريق المركز، عن طريق الموقع الإلكتروني بعده. والله هل ممكن تتوقعين ممكن هذا الشيء جايز، وما شاء الله الهيئة في تطور مستمر، وما شاء الله يعني توفير التسهيل وتوفير الأمور للمراجعين، بحيث إنه يحس الواحد إن أموره تخلص في مكان وسعيد. هذا شيء شغال عليه الهيئة. جميل جميل. دكتورة بخصوص يعني أنتوا حين مركز أعطوني تفضلوا. ألو السلام عليكم. ألو، أهلا مرحبا، السلام عليكم. عليك السلام. مين معاي عفوا؟ أم ملاك تفضل يا أم ملاك. كان عندي استفسار، أنا ما بسمع البرنامج من البداية، أنا توني ركبت السيارة وسمعت الكلام المحادثة بينك وبين الأخت، فكان عندي استفسار ما أعرف حتى هو يناسب موضوع تفضلي. أنا عندي عمتي أم ريلي كبيرة عمرها 72 سنة، تعاني من الزهايمر، أوكي؟ فهي من النوع اللي تخاف تطلع من البيت، فهل إن هالحالة ممكن تتغطى من صوب الأخت إنهم مثلاً يطرشون دكتور دوري يشيك عليها، لأن هي عندها الأمراض العصرية البسيطة مو بالكبيرة، بس مشكلتها الأكبر هي الزهايمر، فهل هي من الفئات اللي تتغطى في هالبرنامج؟ إن شاء الله يا أم ملاك تسمعين الإجابة من الدكتورة لقاء المفتول. تفضلي دكتورة. بخصوص السؤال، مدام عندها خوف وتخوف مثل ما ذكرنا، نحن نرسل يأتي الأخت تقدم الطلب، نرسل للطبيب في أول زيارة، لازم يكون طبيب وممرضة، فنقيم الحالة ونشوف شو الوضع، هل استطاع الطبيب أن يقنع المراجع أن يزور المركز، هل حالته الصحية تسمح. فهذه الحالة لو مثلا اقتنع مثل لو ان حالته صحية تسمح الزيارة، في حالة انه ما يقدر نقوم بزيارات دورية للمراجع، حتى مثلا اللي عندهم مثلا في ناس كبار في السن ما يقدرون يضربون ابرة الانسولين، فالنيرس تروح لهم بشكل يومي للمريضة، بشكل يومي للمريضة وتعطيه إبرة الإنسولين. يمكن هم يعني المشكلة أحيانا يكون الشخص الكبير في السن وحده في البيت مع الخدامة أو الخادم، وما والشخص اللي معاه مهما علمناه ما يعطي الجرعة الصحيحة، أو ممكن ينسى أو ممكن يتفوت عليه. المشكلة إن أحيانا مثلا نحن نعلمهم ونعلمهم طريقة كيف الإنسولين كيف الأدوية، لكن في النهاية مع التشيك نشوف إن لا، إن ما ينضبط السكر أو الوضع فيه شيء يعني ما بصحيح. بغيت أذكر إن الخدمات الاجتماعية مثلا في حالة إن رأينا إن الوضع البيت ما مناسب أو إن في شيء مب مريح للمريض، نتواصل مع خدمات الاجتماعية وهم يزورون المريض ويشوفون حالته ويقيمونها ويساعدون، يعني ما يقصرون في الناحية. وفي حالة المراجعة، في حالة ذكرت الأخت، لو المريضة هي تعبانة وحالة الزهايمر وعندها تخوف، على حسب
قرار الطبيب، انا ما اقدر اقول الحين ضروري يعني او ايوه يعني هي الحين الام لاك مفروض انهم يروحون في المركز الصحي اللي هم في منطقتهم. نعم. ايوه ويصيرون يقدمون طلب. نعم. وبعدين في طبيب وممرض او ممرضه بيروحون الى البيت. نعم. وبيشوفون الحاله وبعدين هم بيقررون طريقه الاستمرار. نعم. بالعلاج او يعني المراجعه الدوريه او كذا اذا صحيح. تحتاج علاج في امور تكون واضحه للطبيب غير يعني واضحه للاخرين، فالدكتور هو اللي في النهايه اللي قرر شو المفروض تكون الخطا العلاجي. طيب في عندكم خطط مستقبليه؟ يعني انت باقي دقيقه واحده دكتوره، في عندكم شيء خطط مستقبلية تبون تسوون؟ نحن في إمارة دبي لا ننتهي من الخطط المستقبلية. نعم. نعم دائما في تطور ودائما مثلا خذينا الجي سي اي اي رجعنا ندور الشيء العقبة الايزو عقبها الخدمات السبع نجوم عقبها يعني حاليا نحن شعلة ما نقدر نوقف في اشياء في تطور مستمر في التطلع الى الافضل في استمرارية في هالشيء يعني هالأمور كمركز صحي وفي إمارة دبي لا تسألني هالسؤال نحن في تطور والله أنا مستمر. أنا أعرف أشوف تراني يعني نعم في هناك معانا في فرق الصحة فرق العمل يعني شغالة يعني في جميع التخصصات إن كانت الإدارية والفنية وأيضا بوضع استراتيجيات وخطط وكذا. سبحان الله عندنا حماس دائم وشيء يعني يحثنا دائما مدام قادتنا ما شاء الله عليهم. كلمة أخيرة على عجالة دكتورة، شو تبين تقولين آخر كلمة تقولينها؟ أتمنى الصحة والعافية للجميع وأتمنى التميز والازدهار وطبعا لهيئة الصحة هاي حيادية ولا من حقك يعني انت جال تعملين فيها. نعم بحيث لان ما شاء الله نحن الهيئة مو مقصرة ولا في موظفينها ولا في ما شاء الله مراجعينها، فأتمنى من الكل التعاون وأن الكل يعرف مثلا نحن ياسين نطور هالمكان اصبروا علينا شوفوا شو بيستوي باكر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتورة لقاء محمد المفتول استشاري طب أسرة ومديرة مركز الممزر الصحي، كانت معانا تكلمنا عن المركز وعن الأقسام أو العيادات اللي فيه والوقت خلص فما نقدر نقول غير نشوفكم على خير إن شاء الله باكر الخميس بإذن الله ودمتم بصحة وسعادة ورفاهية والسلام عليكم ورحمة الله. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.